عادت الاتصالات تدريجياً لمناطق مختلفة في قطاع غزة بعد انقطاع. ضعف الخدمة لم يمنع المدنيين من إرسال نداءات استغاثة كثيرة بعد القصف الإسرائيلي الكثيف على غزة، لكن الانقطاع الذي تسبب في توقف نداءات الاستغاثة من قبل المدنيين دفع المسعفين في خان يونس للعمل بطريقة مختلفة. نحن الآن نعمل كخطة بديلة صعبة جداً علينا وعلى المواطنين من حيث الاستهدافات أو نداء الاستغاثة. الآن سيارات الإسعاف متواجدة داخل مجمع ناصر الطبي وداخل جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تنتظر أي مواطن يأتي إلى الجمعية أو إلى مستشفى ناصر كي يطلب نداء استغاثة. إلى جانب الانتظار داخل أسوار المستشفيات، يتم الاستدلال نهاراً بأعمدة الدخان المتصاعد جراء أي قصف لتحديد المنطقة بشكل تقريبي والتوجه إليها لإسعاف المصابين فيها، رغم عدم وجود أي وسيلة اتصال بين المستشفى وسيارات الإسعاف. نحن عارفين نتواصل، لا انترنت ولا جوال ولا وطنية ولا أي حاجة، احنا انقطعنا عن العالم كله، اعتبار المعزولين عن العالم، قطاع غزة معزول عن العالم، القصف بصير جنبنا حوالينا هين وهين، مقدرش يتوصلوا لنا، وين بيعرفوش القصف من وين أجالنا. وضع كارثي يعيشه القطاع بحسب مقدمي الرعاية الطبية، وسط تخوف الهلال الأحمر الفلسطيني من نفاذ مخزون الوقود لدى خدمة الإسعاف بشكل كامل. رند الشيخ، العربية.